استاد برج العرب. هو معانا خلينا نروح. خلال ملعب الاهلي. اهلا بيك، يعني اشرح لنا الموقف اللي انت ده، اتوبيس الفريق ورايحين على فين وامتى وهل الفريق اتحرك ولا لسه؟ بالتاكيد يا كابتن اسلام، خلاص يمكن دقائق بسيطه ويمكن زي ما انتم متابعين خلاص بيتوافد لاعبي النادي الاهلي على الحافله الخاصه باللاعبين استعدادا للتوجه الى استاد برج العرب. خلاص يمكن كل التجهيزات الفنيه والاداريه الخاصه بلاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني انتهت بشكل تام مع محاضره فنيه من لحظات انتهت يا كابتن اسلام. مستر مارتن في البدايه كان من خلال كواليسنا واسئلتنا كان في محاضره مهمه جدا وتحفيزيه لكل اللاعبين والمطالبه بتحقيق النقاط والصبر على احراز الاهداف. لابد استغلال الاهداف، لكن لابد يكون عندنا صبر بشكل كبير، نقدر نحسم فيه ربع الاولاني من الشوط الاول، نقدر نحسم فيه الدقيقه 90. لكن قال خلاص يمكن المباراه مهمه والمباراه لابد ان احنا كل تركيزنا ينصب في هذه المباراه. اكد على وجود الجمهور مستر مارتن مع اللاعبين، قال الجمهور النهارده يكون متواجد ومساند ينقصنا كلنا كابتن الاهلي والجهاز الفني ينقصهم التوفيق ان شاء الله خلال هذه المباراه. عايز اكد معاك كمان يمكن من خلال اتصالاتنا بالعميد علاء صلاح اللي هو مدير امن النادي الاهلي وايضا كمان مدير المقر على بالنسبه للجمهور، زي ما اكدنا الساعه 1 ظهرا تم فتح الابواب لدخول جمهور النادي الاهلي، هيتم غلق الابواب في تمام الساعه 5 بجانب كمان تواجد شريف اكرامي. عايز اكد على شريف اكرامي رغم الاصابه ولكن دوره القيادي ككابتن فريق للنادي الاهلي متواجد، كان ليه تحفيز للاعبين، كلم مع اكثر من لاعب رمضان وحسين الشحات وكل اللاعبين. ويمكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها كابتن اسلام لاعبي النادي الاهلي يمكن حمودي محمد هاني خلاص بيتوجهوا الى الحافله الخاصه باللاعبين، الشناوي كمان في الصوره. كل التركيز ده اللي احنا بنقوله مع لعيبه النادي الاهلي، ان مستر مارتن كمان النهارده يكون موفق في اختيار التشكيل. كل اللعيبه جاهزه يا كابتن اسلام بدنيا وفنيا ان شاء الله باذن الله. النهارده يكون الجيم مميز. ارضيه الملعب كمان عايز اكلمك عليها سريعا، يمكن ارضيه الملعب من خلال تدريب الامس، يعني من خلال التواجد المكثف والمباريات المكثفه على استاد برج العرب مع رش الميه النهارده، ما يتمنى ما يبقاش في اي معوقات للنادي الاهلي او اي اصابات. ان شاء الله النهارده كل الامور تنصب في مصلحه اللاعبين، وكالعاده كابتن اسلام ان شاء الله تكون لنا فرحه مهمه ولقاءات مع لاعبي النادي الاهلي بعد المباراه وقبل المباراه كمان، ننقل كل الاجواء داخل استاد برج العرب. انا معاك يا كابتن اسلام لو في اي استفسار. هل الدنيا مطره؟ يعني كنت سامع حد في اسكندريه بيقول لي امبارح ان الدنيا مطره، هل الدنيا مطره ولا الجو كويس والامور جيده؟ في التوقيت اللي انا بكلمك فيها كابتن اسلام لا الجو مقبول جدا، يمكن الصبح فعلا الساعه 7 او الساعه 8 الصبح كان في امطار غديره جدا جدا خلال الساعات الاولى، لكن بشكل عام الجو حتى هذه اللحظه الجو مطمئن، مفيش اي امطار. ان شاء الله كمان على ميعاد المباراه في تمام السادسه يكون الجو مظبوط بالنسبه للنادي الاهلي. الشمس يمكن طالعه بشكل كبير على ما اعتقد، الارض نشفت لو في اي تكتلات مياه في استاد برج العرب بالشمس اللي احنا شايفينها وبالتوقيت ده، لا ان شاء الله باذن الله يكون الملعب مهيأ وكل الظروف يا كابتن اسلام تكون مهيأ ودعوات كل جمهور النادي الاهلي خلال هذه المباراه. هل عرفت تشكيل النادي الاهلي ولا لسه حتى الان لم يظهر التشكيل بشكل رسمي؟ لا يمكن حتى الان يعني بنحاول ان احنا لينا كده كلام مع كابتن سيد وكابتن يوسف، لكن حتى الان يمكن في غلق تام على التشكيل، لكن ان شاء الله يكون اول تشكيل على شاشه قناه النادي الاهلي مجرد وصولنا ان شاء الله ملعب المباراه يكون معاك من خلالك كابتن اسلام ومن خلال ملعب الاهلي. طيب ما عرفتش طيب مين اللي خارج ال 18؟ لسه ولا مقفلين على كل حاجه؟ يعني حتى ايضا هذه اللحظه لا بالظبط يا كابتن اسلام، يعني في غلق تام وفي تركيز وفي تحفيز، لكن ان شاء الله باذن الله المتواجد ما نقدرش نقول حد طالع بره، لكن بشكل عام الكل جاهز. يعني طبق الرؤيه اللي احنا بناكد عليها لمستر مارتن ممكن يبقى في اي ظروف مجرد وصولنا للملعب، لكن هنكون معاك لحظه بلحظه. اول ما نوصل الملعب يا كابتن اسلام يكون معاك التشكيل وايضا كمان يكون معاك اللاعبين اللي خارج القائمه، اولهم طبعا مصطفى شوبير اللي مش مقيد في القائمه، لكن هيكون كمان في ثلاث لاعبين ان شاء الله يكونوا معاك مجرد وصلنا ملعب المباراه ان شاء الله. ولكن خلينا معاك برضو يا كريم وانت نشوف برضو تحرك الاتوبيس واحنا معاك، ولو في اي حاجه برضو نقدر نتكلم فيها. اتوبيس النادي الاهلي بيتحرك حاليا الى ملعب المباراه زي ما حضراتكم شايفين. كل الامنيات الطيبه للنادي الاهلي في هذه المباراه الهامه جدا، وزي ما قلت لحضراتكم لقطات حصريه ولقطات حيه من امام فندق النادي الاهلي، ولاعبين النادي ولاعبو النادي الاهلي بيتحركوا الان الى ملعب المباراه زي ما حضراتكم شايفين. نتمنى يا رب كل الامنيات الطيبه للنادي الاهلي في هذه المباراه الهامه. شكرا جزيلا يا كريم، ودايما